إنسان، حتى ان هم يروي عن رجل اسمه تأبط شرا. ايوه عارفين قصه تأبط شرا، انه كان راجل كده كسول بيعملش اي حاجه، لا قيمه له، لا هو في العير ولا في النفير. فخرج ذات يوم بعد ان انبته امه ليصطاد، فوجد غولا، فاتى بالغول في تحت ابطه ويمر على اهل الحي، فكل ما يشوفوه يقولوا تأبط شرا، يعني وضع الشر تحت ابطه. فلما دخل على امه قال لها اصطدت لك حاجه كويسه هي. فلما رات الغول فرقت وفزعت فماتت، فقالوا تأبط شرا. فكل ما حد يعمل حاجه مش كويسه ويبقى ماسك في ايده حاجه كده مش كويسه يقول تأبط شرا.